كلمة الرئيس النهاردة لما قال الساعة بألف محاضرة وألف جملة وألف كتاب، هي كلمة واقعية جدا من وصف الدراما نفسها، قدرة الدراما على صياغة واقع ووعي وثقافة، دي حاجة لا خلاف عليها. دايما النقاد بيبقى عندهم تخوف حقيقي من الأعمال اللي بيبقى ليها صبغة وطنية، لأنه الناقد ليه رؤية فنية أكتر، فبيدور على الجماليات الفنية والعنصر الفني وبناء الشخصيات وتفاصيل كتير. إحنا محتاجين كمان نعرف رؤية النقاد الفنيين لعمل وأعمال وطنية اتقدمت السنة دي على يعني غرار أعمال تربينا وإحنا صغيرين وتعلمنا الوطنية وتعلمنا أمور كتير عن بلدنا بسبب أعمال درامية برضو. الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين، أولا مساء الخير وكل سنة وحضرتك بألف خير. مساء الخير وكل سنة وأنتم طيبين، والحمد لله رمضان كريم طبعا، ولا يا الله أكرم، والعيد وعيد سعيد على حضرتك. دايما عندنا أو بنقول كده لبعض الوعي مهم ووعي الناس بالأحداث مهم. هسألك في البداية على مسلسل الاختيار، وإحنا بنقدم أحداث الناس عاشتها فعلا، إزاي ده كان تحدي صعب فنيا، وإزاي الدراما نجحت في إنها تقدم وعي جديد بما عاشوه بالفعل وكانوا جزء منه، كل واحد فينا كان جزء أو كان في جانب من الجوانب في الأحداث الحقيقية. صعوبة مسلسل الاختيار جاية من حاجة مهمة جدا، إن إحنا بنتكلم على حدث من حوالي 7-8 سنين فاتوا، يعني أنا وإنتي والمشاهدين حضروا جزء منه، يعني شافوا جزء من الصورة، حصل لهم نفس التفجيرات اللي جنبهم، اللي في الشارع اللي جنبهم، المشاكل، المظاهرات، تأثروا كل إيه الأشكال الموجودة، فبالتالي أنا عندي هنا رقيب صعب جدا اسمه المشاهد. وانا بوثق حدث هم شافوا مثلا 40% من الصوره، لكن الكواليس تتعدى 60%، فهم عايزين يشوفوا الكواليس. فبالتالي انا ماشي على خط صعب جدا، هذا الخط يتطلب امانه في النقل، اولا في نقل الاحداث وتوثيقها، ثاني حاجه انا بتكلم النهارده عن شخصيات معروفه، يعني النهارده لما بيجي شخصية الرئيس التيسي اللي هو كان الفريق أول عبد الفتاح التيسي وزير الدفاع في الوقت ده، الشخصية احنا بنشوفها يوم كل يوم بالظبط، شخصيات اللي هي خيرت الشاطر والمرشد ومش عارف، احنا كنا بنشوفها على طول. فبالتالي صعب جدا ان انت تنقليها للواقع، دي جزء من الخيال، لازم يكون الايه التوثيق كامل. طيب انطباع بقى المشاهد يبقى ازاي؟ رقم واحد، انا عندي دراما بتنفذ الى كل طبقات المجتمع، المثقف والطبقه الوسطى والطبقه الشعبيه حتى غير المتعلم. ليه؟ لانها بتخاطب وجدان وسهل جدا ان هي توصل له الرساله. هل وصلت اللي احنا بعد 30 حلقه وبعد 30 يوم او 29 حلقه الحلقه المجمعه هتلاقي الناس ماشيه في الشارع بتتكلم على الاختيار والتسريب اللي حصل، وبالمناسبه وصلت لكل انواع الناس، يعني للي حابب واللي منحاز واللي مبسوط، لكل طبقات المجتمع، لا اقصد كمان حتى لكل التوجهات السياسيه، حتى الكاره انفعل جدا وانزعج جدا من صدق الرصد، يعني لانه بتوجع، ما هي الحقيقه بتوجع برضه. هو دلوقتي حصل حاجتين حلوين جدا، أول حاجة الرسالة وصلت للجميع، تاني حاجة الرسالة ردت على كل اللجان الإلكترونية اللي كانت بتشكك وترفض أي حاجة تتعمل وتقولوا لأ مش صحيحة، طب احنا جبنا لكم بالصوت والصورة هتقدروا تقولوا لنا إيه؟ بالزبط. فالنقطة دي على فكرة عملية التوثيق دي عملية صعبة جدا، على هذا الأساس هتلاقي ان ساعة إذاعة مسلسل الاختيار كل الناس بتتفرج، اعلى مشاهدة. ليه؟ المصداقية كمان في التسريب، التسريب ده كان من اجمل الحاجات اللي اتعملت، ان انا كل حلقة بجيب تسريب فبقول للناس ان هو الحاجة الحقيقية، على هذا الاساس هو رقم واحد دلوقتي. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني الاستاذ احمد سعد الدين. الدراما جزء من تشكيل الوعي، وما فيش حد اعتقد ما بيحبش يتفرج على دراما، لكن لو انت حتى كنت منحاز جدا لان الناس
تتثقف وتقرا وتعرف بنفسها وتدور على المعلومه، الحقيقه انه تبقى الدراما هي الساحر الاكبر. حتى واحنا في البرامج كده بنبقى منحازين جدا، طب ما بقالنا سنين بنقول، كتير من زملائي حتى الفترة اللي فاتت وأثناء مسلسل الاختيار كنا نقعد نقول لبعض طب لو كان عندنا تسريب واحد من دول في السنين اللي فاتت ما كنا عرفنا نتكلم، لكن الحقيقة حفظت للوقت المناسب وخرجت في الوقت المناسب وتحطت في السياق المناسب. فكل التحية لكل اللي قدم واللي عمل عمل بهذه القيمة.